زي ما احنا انا شايفين الجزء بتاع الدايركشن ضرب. ليه؟ لان انا دلوقتي انا مستني النافيجيتور. لو جينا بصينا على النافيجيتور، النافيجيتور بيجيب الكرنت لوكال كود من الجلوبالز، تمام؟ لوج. طب الكرنت لوكال كود البي من الجلوبالز دوت جاي سلاش ان، معناه ليك فوق سلاش ار. ليه؟ لان انا المفروض الراوتر انا بستدي السيت كرنت لوكال بس بعد ما بعمل امبورت اصلا للنافيجيتور، فالمفروض ان هي يتم استدعاءها قبل ما اعمل امبورت للنافيجيتور. طيب اللي احنا هنعمله ان شاء الله خلال الكام فيديو الجايين ان احنا هنشتغل على اللوكاليزيشن، هنبتدي نظبطها، نبتدي نفصلها تماما من الراوت او من الراوتر بحيث انها تبقى مستقله بذاتها، كل حاجه خاصه بيها تبقى موجوده جواها. بس قبل ما ابتدي اشرح اللي احنا هنعمله، الناس برضه تتاكد ان انتوا عاملين ابديت دايما للباكج الموجود عندكم، وبالذات الانفورسمنت عشان احنا هنستخدمها، ده الفيرجن الحالي الموجود فيها. ممكن لو انت شفت الفيديو متاخر شويه عن وقت تسجيله، فممكن تتاكد انت على الاقل عندك الفيرجن ده، لو في فيرجنز احدث يبقى هي تشتغل بيها. طيب ايه بقى اللي احنا هنعمله؟ بص على اللوكاليزيشن، هنعمل فولدر اسمه لوكاليزيشن، هيبقى جوه فايل اسمه ترانسليتور، فايل تاني اسمه لوكالز. ترانسليتور ده هيبقى فيه الكونتنت بتاع اللوكاليزيشن اللي هو الفايل اصلا اللي موجود عندي اللي هو ده، هنقله بالكامل هناك. والفايل ده هيبقى سنتر بوينت عندي ما بين اللوكلز والترانسليتور، ولو في اي حاجه مثلا عايزين نزودها في اللوكاليزيشن الفايل ده هيكنترول الموضوع بتاعه. فانا دلوقتي اللوكاليزيشن هي مش ترجمه وبس، لا ده انا ترجمه واشوف ايه اللوكال كودز اللي عندي والدايركشنز اللي عندي والحاجات دي كلها، هو هيبقى مسؤول عنها بالكامل. فانا هطلع من الراوتر الجزء بتاع اللوكال كود اللي هو يتشيك الكرنت لوكال ومش عارف ايه. هو اصلا كل اللي احنا محتاجينه من الراوتر ايه؟ لو جينا بصينا كده احنا محتاجين من الراوتر في السيت كارنت لوكال، انا عايزين بس الفيرست سيجمنت، فديت احنا ناخدها من الراوتر وخلاص على كده. طيب فايه اللي احنا هنعمله ان شاء الله؟ فاحنا دلوقتي هنبتدي نظبط بقى الجزء بتاع الترانسليشن والحاجات دي كلها، وخليها الفيديو الجاي. انا بس حبيت اقول لكم الدنيا ماشيه ازاي. فاللي احنا هنعمله هيبقى في عندنا فولدر اسمه لوكاليزيشن، جواه فايل اسمه ترانسليتور، هيبقى مسؤول عن الحاجات الموجوده في فايل اللوكاليزيشن الحالي. فايل اللوكاليزيشن الحالي دوت هو يبقى السنتر بوينت بتاعت اي حاجه خاصه باللوكاليزيشن. اجي عايز اترانسليت، عايز اضيف اكستند لوكالز جديده، ايا كان ده هيبقى الفايل المسؤول عنه. وهيبقى في عندنا فايل تاني اسمه لوكالز، ده بيمانج الجزء بتاع اللوكال كودز، جيب كل اللوكال كودز الموجوده في فايل الكونفج اللي موجود في الشيرد، ودي هنعملها برضو ابديت ان شاء الله. كل حاجه هنبتدي ايه نظبطها واحده واحده، بعد كده نرجع نكمل النافيجيتور بتاعنا.